في الاستوديو بالدكتور محمد كامل الامين العام للمجلس الثوري المصري. اهلا بك دكتور. اهلا بك دكتور محمد واهلا بمستمعينا الكرام. اهلا بك. يعني تقرير زميل احمد يحيى تقريبا فتح الملفات المتشعبه والتي هي حقل الالغام كلها، ولكن دعنا نبدا بمساله علاقه هذه الصفقات بالدعم المشروط لنظام السيسي من طرف الدول الاوروبيه. والشيء المؤسف بدايه نذكر انه الاموال العربيه تنفق لأمرين في غير صالح الشعوب العربية. الأمر الأول هو تمويل البطالة المرتفعة في الدول الغربية والأسلحة الراكدة التي لا مشتري لها، ونعلم تماما صفقات طائرات مع فرنسا قبل كده العام الماضي، صفقات الزوارق أو الفرقات مع ألمانيا ومع روسيا. الأمور دي كلها تمت بلا أي نفع، لا قيمة لهذه المعدات حقيقة كمعدات حديثة. ثانيا، في ماذا تستعمل؟ وهو ده التقرير كان بيكلم في ماذا تستعمل. إذا كان النظام المصري قد عقد هدنة كاملة منذ فترة طويلة وليست هدنة السيسي طبعا مع إسرائيل، فبما سيستخدم هذا السلاح؟ وفي المقدمة تذكرنا كلمنا عن موضوع سيناء، الحرب في سيناء على داعش أو على ما يسمى بالإرهاب في سيناء عملية لا تحتاج كل هذه الأسلحة، حرب عصابات يعني. ولا تحتاج الأسلحة، تحتاج جيش مدرب على حرب العصابات للقيام بها، وأسلحة فردية خفيفة ومعد فردية، ولا تحتاج كل هذا السلاح. ونرى الطائرات تدك منازل في سيناء بلا أي داعي ولكن لاستعراض القوة. فلما كل هذا الإنفاق؟ فلا مصلحة للشعب العربي، الشعوب العربية عامة، والأموال تأتي من الإمارات ومن الدول الخليج وتحديدا الإمارات التي تمول هذه الصفقات. وهنا يبدأ الحديث عن التدخل في ليبيا، وبدأ الحديث يتردد في الغرب ودول من الاتحاد الأوروبي تتحدث عن لن نرسل قوات إلى ليبيا. يعني قبل أن نصل إلى ليبيا، اليوم يعني الدول الأوروبية، السيسي راح في زيارات إلى عديد العواصم الأوروبية كمحاول للتسويق النفسي دبلوماسي، لكن هل عملية التسويق هذه مرتبطة بهذه الصفقات؟ بلا شك، لأن هو هناك ثمن مطلوب. ماذا سيقدم السيسي كمغتصب للسلطة لهذه الدول ليكون مقبولا؟ الدول لا تقبل إلا شخص يخدمها، وإذا كان هذا الشخص يقدم الخدمة سيقبلونه. الخدمة بداية هي أنه الشيء الأول كما ذكرنا وهو معدل البطالة مرتفع، أسلحة راكدة تريد أن تباع، وهنا ده يرفع أسهم هذه الحكومات عند شعوبها، إنها استطاعت أن تروج الاقتصاد، استطاعت أن تنشط الحركة التجارية، استطاعت أن تتخلص من الأسلحة الراكدة، ويصبح للسيسي قيمة في هذا الأمر. هذه جزء من القيمة، لأن الجزء الآخر هو القيام بالأعمال القذرة لهذه الحكومات والمخابرات الغربية في المنطقة العربية. وهذه الأعمال معلوم ما قام به، بداية ما قام به في سوريا، ومعلوم تماما أن ميزان القوة في سوريا قلب إلى صالح النظام السوري بأمرين. الأمر الأول تدخل من النظام المصري الانقلابي في مصر، ثانيا تدخل الروسي طبعا بشكل سافر كان واضح جدا. يبقى هنا المسألة أن هناك بعض الأعمال يجب أن يقوم بها، وهنا على لهذا الأمر نجد أن الأمر متشابك. نحن لدينا مشكلة كبيرة جدا في ليبيا، الشعب الليبي ما زال غير قادر على الصمود بثورته. لماذا؟ لأن هناك أموال تنفق على مجموعة حفتر والمجموعة المناوئة للثورة، وده هذا أمر ليس بجديد، ده بيتم من بداية الثورة الليبية ومن بداية الانقلاب، وبيتم تهريب الأسلحة. حتى من قبل الانقلاب كان بيتم تهريب أسلحة عن طريق المخابرات، عن الإمارات بتهربها لليبيا لقوات حفتر، وبيعود هذا الأمر مرة ثانية اليوم، وبيعود بشكل مختلف قليلا، لأن هناك تهريب أسلحة ده بلا شك يتم، ولكن هناك احتمال تدخل مباشر. يعني هذه الصفقات هي أتت لأداء دور مصري مطالب به عبد الفتاح السيسي في ليبيا، وأتت هذه الصفقات في هذا الإطار بلا شك، وهذا بديل عن أن تقدم الدول الغربية على إنزال قوات يعني حرب الوكالة المنطقة. حرب الوكالة تماما، لأنه ما حدث من قبل في حروب الدول الغربية، وآخر الحروب كانت العراق، لأن ما تم في ليبيا في خلال الثورة وخلال القضاء على النظام القذافي كانت عملية محدودة، وإن كان هناك تدخل طبعا مباشر، إلا أن حرب العراق هي كانت أكبر مثال للدول الغربية ألا تتدخل مرة أخرى بقوات برية على الأرض، ولذلك هم حتى الآن مترددين في التدخل ضد داعش، ضد تنظيم الدولة. وبالتالي المسألة أصبحت أن ضروري أن يقوم شخص من الداخل بالقيام بهذا الدور، ولا يوجد شخص يقبل القيام بهذا الدور إلا إذا كان شخص يسعى عن الاعتراف، يسعى لمقابل، وهو مستعد أن يفعل ما يؤمر به ليقبل كرئيس دولة. طيب، هذه الرشاوي المدفوعة في كل اتجاه، سياسية واقتصادية وتسويقية، يعني دبلوماسيا، يعني فك الحصار
الدبلوماسي التي وجد فيها عبد الفتاح السيسي في مرحلة أولى، كان ضروري وجود جسر، وهو جسر هي صفقات الأسلحة هذه. بلا شك. أنا في الحديث عن الصفقات وعن الرشاوي، ألا تذكرك مثل هذه الصفقات، وتذكر يعني المتابعين لمثل هذه العمليات الكبيرة في العالم، بصفقة اليمامة المشهورة التي دفعت فيها مبالغ كبيرة جدا لأطراف نافذة في دول الخليج حتى تعقد هذه الصفقة؟ هل هناك من استفاد داخل المؤسسة العسكرية؟ بلا شك. من الشركات، لأنه مثل طائرات رفال ليست طائرات مطلوبة يعني عالميا، وليست طائرات ناجحة، ومع ذلك صفقة رفال غريبة يعني. يجب أن ننظر للأمر أن هناك استفادة أخرى مباشرة مادية تعود للنظام المقائم في مصر، ونحن نعلم العمولات والرشاوي التي يتم دفعها لتمرير هذه الصفقات. لأن إذا كنا بنتخيل، وأنا ما بتكلمش في أرقام محددة، أن هناك صفقة تتم ب 5.7 مليار دولار لشراء سلاح، فبلا شك هناك على الأقل مليار منهم يتم دفعه في وقد يكون أكثر طبعا، يتم دفعه رشاوي في هذا الاتجاه لتمرير هذه الصفقة، وبالتالي هناك استفادة مباشرة، والاستفادة المباشرة يقدمها السيسي لنفسه طبعا، ولكن يقدمها لطاقمه حتى يرضى عنه، لأنه ما المقابل الذي يجعل كبار الضباط في القوات المسلحة يقبلوا بما يتم؟ لابد أن يكون مقابل مباشر لأشخاصهم، لأننا لا نتحدث هنا عن عقيدة، لا نتحدث هنا عن عقيدة الجيش اللي كان مفترض أنها كانت قائمة من قبل، وأن هؤلاء الضباط يعملون بعقيدة للدفاع عن الوطن. هم لا يدافعون عن الوطن، هم أصبحوا قوات مرتزقة تعمل، والمرتزق يقبض، لا يوجد مرتزق لا يدفع له. يعني اليوم السيسي تحول إلى أمير حرب في المنطقة؟ بلا شك، وأعتقد أنه هو بيقوم بدور قام به قبل ذلك في العراق صدام حسين في هذه الفترة، في حربه مع إيران وحرب وخزو الكويت، كل دي كانت أدوار تم ترتيبها لأمور معددة، هو بيقوم بها النهاردة، بيقوم بها في مصر النهاردة للجيران، ومش فقط للجيران، بتهديد باحتمال دخوله في اليمن في فترة من الفترات، في سوريا زي ما ذكرنا من قبل. يعني ذكرك لصدام حسين، يعني في فترة ما صدام حسين انتهت صلاحية وجود هذا النظام في ويعني تخلص منه. طيب يعني هذا ممكن أن يقع على عبد الفتاح السيسي في الفترة التي تنتهي منها صلاحية ودوره؟ بلا شك، هؤلاء الدمى يتم زرعها في المنطقة لأداء دور محدد، عندما يصبحون عالة على النظام الدولي، المنظومة الدولية، يتخلص منهم. ده أمر يجب أن ندركه جميعا، إلا أن المشكلة أن المستفيد المباشر من ذلك يتصور أنه يستطيع أن يستمر ويستطيع أن يناور إلى الأبد. لا يوجد أبد لأي شخص، يعني أبد الشخص هو نهايته، وبالتالي سيتم التخلص من السيسي يوما ما في حالتين. الحالة الأولى أنه لا يستطيع القيام بدوره، أصبح غير قادر، مشلول، محاصر من الداخل القيام بدوره. الحالة الثانية هو أن يوجد البديل القادر على القيام بالدور. هل هناك فائدة تعود أو يمكن أن تعود على مصر، على الجيش المصري، مثل هذه الصفقات؟ لا يمكن أن تكون هناك فائدة للجيش المصري، لأن الجيوش في العالم الفائدة تعود عليها بالقدرات القتالية، رفع القدرات القتالية والتسليح بالأسلحة الحديثة. نحن لا نرى أسلحة حديثة، لا نرى تدريب لرفع قدرات قتالية، وبالتالي لا يعود فائدة على الجيش. والنقطة الأخرى هو لماذا نريد أن نضع الجيش في حال استعداد للحرب؟ هو لا توجد حرب. الجيش زي ما ذكرنا في مقدمة زي ما حضرتك ذكرت، هو أن مشكلة سيناء هي المشكلة الوحيدة اللي بتواجه الجيش المصري، عدا ذلك هو تدخل في الدول الأخرى، وبالتالي الجيش المصري لا يوجد. إذا كان الجيش المصري النهاردة لمدة سنتين ونص منذ الانقلاب غير قادر على القضاء على جيوب ما يعرف باسم الإرهاب في سيناء، فهذا جيش فاشل، لأنه لا يمكن أن احنا نعتبر أن هذا جيش ناجح إذا كان في سيناء مجموعة من الأفراد يقومون بحرب عصابات وهو غير قادر على مواجهتهم. فما هي قدراته القتالية؟ أين هي القدرات القتالية لهذا الجيش؟ طيب دعنا نأخذ المسألة في بعدها الجيوسياسي. اليوم السيسي مطالب بدور في ليبيا، هناك أطراف بحثت برسائل غير مشفرة أحيانا، الجزائر مثلا، أن دورك ينتهي في السلوم فانتبه. هل استوعب الدرس السيسي الدرس؟ طبعا هناك منظومة دولية بتحرك الأمر من الداخل، فإذا المنظومة الدولية رأت أن لا مصلحة في دخول مصر لليبيا لتوازنات المنطقة، وخاصة التوازن مع الجزائر، والظرف في تونس ظرف غير مستقر طبعا بلا شك، فهذا الأمر ستمنعه المنظومة من التدخل. إذا رأت المنظومة أن هناك مصلحة لها وليس مصلحة للمنطقة في التدخل، ستدفعه للتدخل حتى وإن كان التدخل انتحار، لأنه نحن نتحدث عن السيسي لا يملك قراره، ليس له إرادة، هو دمية تتم تحريكها عن طريق دول أخرى وعن طريق سمسرة. يعني يمكن يدفع السيسي للانتحار؟
ودفع صدام حسين من قبل الانتحار بدخوله مع في حرب إيران لمدة طويلة جدا، ثم غزو الكويت. وغزو الكويت نعلم جميعا أن أمريكا فتحت الطريق لصدام بقبولها فكرة غزو الكويت. طيب أستسمحك أستاذ محمد كامل، معنا الدكتور زكريا مطر الخبير الاقتصادي عبر الأقمار الصناعية. أهلا بك دكتور. أهلا أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لضيفك أو لضيوفك. أهلا بك أهلا دكتور. يعني مثل هذه الصفقات التي هي يعني بأرقام ضخمة، يعني 81 مليار جنيه مصري، ما هي ما هي تأثيره على الاقتصاد المصري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة أي أرقام أنت بتذكرها إحنا ما نقدرش نأكدها، لأنه في أقوال أخرى 120 مليار جنيه، وأولاند وهو جاي يزور مصر عملوا له صفقة كده اللي هي مصاريف السكة بقشيش بواحد من عشرة مليار دولار، واخد بال سعادتك؟ فإحنا بنسأل يعني لماذا هذه الصفقات، وإحنا العدو التاريخي بتاعنا، علاقتنا على أحسن ما يرام، والأيام دي العلاقات ناس رايحين جايين، والعلاقات التجارية والعلاقات السياسية والعلاقات الثقافية. حتى النهاردة الأب توادرس بيبعت ناس يعملوا عمرة في القدس، اللي هو كان القرار اللي كان عامله الأب شنودة كسره، كويس؟ فإحنا بنقول لماذا هذه الصفقات. أنا أول شيء إن عبد الفتاح السيسي بيشتري شرعية من الخارج، إن هو بيدفع لهم فلوس ورشاوي ليعترفوا بشرعيته، لأنه لا يعترف بالداخل. الحاجة الثانية اللقطة، الفرقاطة فريم وطائرات الرافال كان مشكلتها تيجي وقت افتتاح التفريعة، علشان يلبس عبد الفتاح السيسي البدلة ويمشي في القناة ويحيي الكائنات الفضائية، وطيارات الرافال تمر من فوقه، والفرقاطة فريم تعدي، كله علشان اللقطة. يعني شوف التكاليف قد ايه، ده طيب كله علشان اللقطة. دكتور زكريا، دكتور زكريا، نزواته دكتور زي مدى قدرة، نعم، مدى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل مثل هذه الصفقات؟ الاقتصاد المصري منهار تماما، ويعني اذا كلمتك عنده سيدمي قلبك. الديون زادت في سنة واحدة، السنة المالية اللي تنتهي في يونيو دي واللي قبليها، زادت 36.5%، والناتج القومي كان زايد 16%. كل يوم الصبح بناخد على الريق 1.5 مليار من البنوك، والديون الخارجية قالوا 48، لكن هذا غير حقيقي. الديون الخارجية الآن 80 مليار دولار، لأن ما فيهاش صفقات الأسلحة، ولا صفقة سيمنز، ولا صفقة مع المجر، ولا محطة الضبعة النووية، ولا القرض اللي خدوا الجيش ومر بسرعة من البرلمان. إذا أنت أضفت ده كله هيبقى عندك إن الديون 140% من الناتج القومي، كل مصري عليه 45,000 جنيه وبيدفع أقساط وفوائد من دم قلبه 6,500 جنيه في السنة. تصور لو دولي راحوا للصحة وراحوا للتعليم أو راحوا للاستثمار، ونحن نعاني تماما. السنة دي بقى مشكلة كبيرة جدا، إنه هيقيم الجنيه في الموازنة، اللي يقيم الدولار في الموازنة ب9 جنيه، السنة اللي ماضية كان ب7.75 جنيه، لو حسبت الزيادة هتلاقيها 16%. كل رقم يذكر لك في الموازنة نزل منه 16%. دكتور زكريا، دكتور زكريا، وأنت تتحدث عن الموازنة،
نشارك. نعم. الأستاذ محمد كامل، يعني البرلمان المصري في كل هذه الدوامة، يعني صفقات بأرقام، يعني دكتور زكريا ذكر أنه حتى الأرقام المعلنة ليست بالضرورة أرقام صحيحة، طبعاً يعني طبعاً وممكن أكثر بذلك بكثير. يعني البرلمان المصري وكأنه يعني يسجل حضوره بالغياب. طبعاً أنا بأسف أن احنا نقول كلمة البرلمان المصري، لأنه هذا ليس برلمان، مجموعة من الأشخاص تم اختيارهم بمعرفة المخابرات المصرية ليمرروا انقلاب 3 يوليا عن طريق ما عرف بتمرد من قبل في 30 يونيو، ثم بعد ذلك وضعهم في البرلمان ليكونوا أداة للتوقيع. وهنا زي ما ذكر الدكتور زكريا، وأنا بحيز الدكتور زكريا في 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 مقال زي ما ذكر الدكتور زكريا تماما، هي مسألة اللقطة. هو يحتاج إلى برلمان ليحدث العالم على أن هناك منظومة ديمقراطية في مصر. برلمان نعلم كيف انتخب، نعلم أن هناك 45% من القوى السياسية في مصر مستبعدة، نعلم أنه أن 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 الانتخابات نفسها، حتى انتخاب السيسي نفسه لم يكن انتخاب بمعنى انتخاب، هناك نسبة مشاركة ضعيفة جدا، ولا يوجد مرشحين حقيقيين أمامه، مجرد ديكور تترشح أمامه، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه برلمان. هناك بعض الأشخاص موجودين في هذا المبنى يحملون هذا اللقب ليوقعوا على ما يراه السيسي واجب التوقيع. ولكن أستاذ محمد، يعني البرلمان كما السيسي هو حاليا وجد يعني القبول محليا وأيضا دوليا، وجد حالة من الشرعية المطلوبة، يعني عندما يقف الملك سلمان ليخطب أمامه، هذه إشارة واضحة بأن هذا البرلمان معترف وموجود ككائن سياسي. يعني مع ذلك نجد اليوم أن هذا البرلمان مغيب عن مثل هذه لأنه ليس كائن سياسي فعلي، هو كائن سياسي شكلي، وهم نسميها الديمقراطية الكرتونية أو الديكور الديمقراطي. لا يوجد حقيقة برلمان، ولا يوجد شخص في البرلمان يستطيع أن يعارض ما يملى عليه، هي أوامر تلقى إليه. إذا كان المخابرات هي اللي اختارت أغلب أعضاء هذا البرلمان، فهي المسألة في كده. المشكلة الخطيرة اللي عندنا في مصر النهاردة، وهو في الأرقام اللي ذكرها الدكتور زكريا، أن من يتحمل هذا الدين هم الأجيال القادمة من الشعب المصري. إحنا مش بندمر بس حاضر مصر، إحنا بندمر مستقبلها، ومستقبلها مش لعشرات السنين، لأكثر. إحنا بنتكلم عن دين لما الرقم يذكر 6500 جنيه في السنة فوائد الدين لكل فرد مصري، أمر خطير جدا. حالة الانهيار حتى الذي يولد حديثا، يعني بالضبط، حتى اللي من يولد حديثا بلا شك يولد وهو مديون، وهو مديون، وهو مديون ب 45,000 جنيه كل شخص يسدد الفوائد 6,000. المسألة الخطيرة هنا ان احنا ما بننفقش الاموال على الشعب المصري، احنا بنسحب الاموال من مصادرها اذا كان الامارات او غيرها، وننفق هذه الاموال على الشعوب الاوروبية وعلى مشاكلهم وحل مشاكلهم، ونحمل الشعب المصري الدين. أمر خطير للغاية، ويجب أن احنا نتحول لمرحلة أن احنا نقدر نوقف هذه المسألة. دعنا في لغة الأرقام دكتور زكريا، يعني ميزانية الجيش المصري تعتبر من المناطق المحظورة والمظلمة، وتقريبا يعني المسكوت عنه بحكم يعني قوة الجيش، ثم أن كما قلت يعني لا نعلم عنه أي شيء. هل هذه الميزانية هي يمكن أن تكون يعني الصندوق الأسود للاقتصاد المصري، يمكن أن يستنجد به في اللحظة صفر؟ عندما تجد في موازنة دولة مفروض أنها محترمة 55 مليار جنيه مصاريف أخرى، كانت قبل كده في السنة اللي قبلها 49 مليار، يقول لك ديت موازنات الجهات ذات الرقم الواحد اللي ما بتتناقش. أنا يعني مع احترامي لضيفك العزيز ذكرت ده عدة مرات، رز الخليج أقولها للمرة الألف، جاء لنا 60 مليار دولار، 10 مليار دولار وقود، و50 مليار نقدا وعدا فوق الطاولة، اللي تحت الطاولة ما نعرفوش. ولقد تتبعت سجلات البنك المركزي الأصول الأجنبية، لم أجد فيها أي انعكاس لهذه المبالغ. حتى منحة حرب الخليج اللي قال عليها زياد بهاء الدين غير موجودة في سجلات البنك المركزي. أضيف إلى ذلك حسين طنطاوي ضيع على مصر من الاحتياطي اللي استلمه سنة 2011 اللي كان 36 مليار دولار، ولما جاء مرسي ب 14 22 مليار دولار لا نعرفها.
مدينتي اللي انت بتقول الجيش، يا ريت الجيش موازنته بس، ده مدينتي 65 مليار دولار 600 مليار جنيه لا نعلم أين ذهبت. وهناك أقوال بتقول أن أسامة عسكر اللي يقود الحملة في قتل السينوية هو اللي استولى عليها. هذه عبد الحليم أنديل ذكر أن 10 من أعضاء المجلس العسكري أغنى من أحمد عز، ونشرها في جريدة صوت الأمة. نحن نعيش في مأساة عزبة للعسكر ونحن أنفار فيها، لا ندري ماذا يجري. وقد اعترف عبد الفتاح السيسي بأن احنا لا نساوي الغرب في حقوق الإنسان، ان احنا جنس تاني أقل من الغرب، وان احنا ديمقراطية وليدة. لسه بنحبي بيبي عبد الفتاح السيسي القزم بيقول على مصر لسه وليدة. هذه مأساة وكارثة ضيعنا عبد الفتاح السيسي. وأنا ناديت بالحجر على عبد الفتاح السيسي لأنه بتصرفاته الطائشة والغير محسوبة يودي بمصر إلى موارد الهلاك. طيب دكتور زكريا، اقتصاديا هل اليوم يمكن لطرف ما في مصر، يعني رجال أعمال أو مؤسسات نافذة أو فاعلة في الاقتصاد المصري، أن تكون مستفيدة من مثل هذه الصفقات بعيدا عن الجيش؟ الأسف هو في مشكلة، هم مقسمين بين الجيش ورجال الأعمال ذوي الحظوة. اللي بيتبرع لصندوق تحيا مصر كويس بياخد الحظوة، وهناك نجيب سويرس تحركاته مريبة الآن، يستولي على 25% من الخدمات المالية ويسيطر على الاتصالات ويسيطر على الإنشاءات، أوراسكوم للإنشاءات، ونجيب سويرس يرتب سياسيا واستولى على النوادي الرياضية. أنا أنبه الشعب المصري كله أن نجيب سويرس بدعم من عبد الفتاح السيسي يؤسس لإنشاء دولة قبطية في مصر ويتضامن معه الأب توادرس، وأنا أتحمل المسؤولية عن ذلك. أنت تقول رجال الأعمال، رجال الأعمال طيب بياخدوا مقاولات طيب من الضغط. دكتور زكريا، دكتور زكريا في مسألة يعني سطوة رجال الأعمال وقدرتهم على الفعل في الاقتصاد المصري، يعني إشارة الدكتور زكريا مهمة جدا. هناك أموال تدخل وتخرج، لا نعلم أين ذهبت، من تسلمها، كيف استفيد منها. يعني هل تحولت مؤسسات مثل مؤسسة الجيش في مصر إلى ساعي بريد لأطراف دولية ممكن؟ أو أصبح مقاول، مقاول مرتزقة ينفذ ما يملى عليه من الخارج، وجزء مما يملى عليه من الخارج هو الأعمال القذرة في المنطقة. وذكر الدكتور زكريا نقطة هامة جدا وأنا بأضيف عليها، كل النقاط مفزعة مفزعة جدا طبعا للأسف. والمشكلة الخطيرة مش إن السيسي هو اللي محتاج الحجر عليه، هو من يؤيدون السيسي هم اللي محتاجين الحجر عليه، لأن السيسي في حد ذاته لا يمثل شيء، ولكن وجود البعض ما زال يؤيدونه هذا يمثل شيء. والسيسي لما تحدث أول أمس عن موضوع أن تطبيق الحقوق الإنسان لا يستوي ما بين مصر والدول الغربية، لأنه تم حقيقة في خلال خطاباته وممارساته أنه بيصل بالشعب المصري اللي بيصدقه أنه يشعر بالدونية، وإنه هو بيحدثهم على أن أنا الوحيد الذي أفهم، وأنا الوحيد اللي أقول لكم، وأنا الوحيد تسمعوا كلامي. المشكلة الخطيرة هنا أن السيسي الجزء الآخر من الخطة هو تقسيم مصر، وما أشار ليه دكتور زكريا مسألة دولة أقباط، المسألة مش دولة أقباط، المسألة أن يتم تقسيم مصر إلى 4 دول مش دولة واحدة، وهذا هو جزء من المخطط. إضافة دولة الأغنياء والفقراء، نتابع مع بعض أستاذ محمد هذا الانفوجراف حول مقتنيات النظام عبد الفتاح السيسي من الأسلحة.
يعني صفقات كبيرة، أرقام ضخمة جدا، ويعني لا نرى مستقبلا لهذه الأسلحة في أو المكان في مستقبل مصر. يعني هذه الأسلحة أتت حتى تذهب. أثناء حديثنا أستاذ محمد ذكرت بأن عبد الفتاح السيسي يريد أن يقسم ليس مصر إلى دولة إثنية أو عرقية، ولكن أربع دول. ما هي أربع دول؟ مسألة نبدأ نحن نتحدث عن إهدار الثروات في مصر وتحويل مصر إلى دولة لا قيمة لها، بعد أن كانت مصر هي دولة تعتبر الدولة الناطقة الأولى في المنطقة في الشرق الأوسط، وبنتكلمش على إسرائيل، بنتكلم في الدول العربية والإسلامية. نمرة واحد، تبديد الثروات. تبديد ثروات المستقبل بداية من نهر النيل واتفاق الغاز مع قبرص وترسيم الحدود مع اليونان، ويأتي بعد ذلك ترسيم الحدود مع السعودية. ترسيم الحدود والجزيرتين مع السعودية أمرهم في غاية الخطورة، أولا لأنه لا تستطيع أن تلوم السعودية على أنها تقبل هذه الهدية، لأنها هدية ما حدش يقدر يلومها عليها، لكنك لا تستطيع اليوم أن تفض هذا النزاع، وقد نشأ نزاع إلى الأبد بين الشعب المصري والشعب السعودي، ولا تلوم أحد فيهم، لأن الشعب المصري حقه أن يتمسك بالجذر لأنها جزء من الأرض المصرية، ولا جدال في ذلك. الشعب السعودي اليوم أصبح تحت إيحاء بأنه ما تصوره لفترة طويلة أن هذه الجزر ملكه وكان ردت إليه، فكيف تفض هذا النزاع؟ أصبح هناك نزاع أبدي بين الشعب المصري والسعودي. ننسى الحكومات وننسى الدولة، نتكلم عن الشعوب النهاردة. المشكلة الأخرى ما يتم في سيناء منذ قدوم عبد الفتاح السيسي، وما يسمى الحرب على داعش أو الإرهاب، لم يتم زي ما قلنا من قبل. لو أي جيش محدود صغير كان يقدر يقضي على ما يسمى الإرهاب، ولكن ما يتم في سيناء هي حجة لتفريغ سيناء من سكانها وإنشاء الخط الفاصل مع إسرائيل، تمهيدا لفصل سيناء عن مصر. وده ما يتم أولا من تفريغ السكان، ثانيا اعتبار سيناء منطقة ذات حدود خاصة عسكرية وحماية عسكرية، ثالثا فكرة تفريع قناة السويس. ما هيش مسألة تجارية، قناة السويس مش محتاجة لتفريعة تجارية، ده أمر معروف تماما. دي مسألة تعميق الفاصل ما بين سيناء والضفة الغربية. المسألة هنا في غاية الخطورة، فهذه أول جزء سيناء. المسألة الثانية ما يتم في الجنوب اليوم، والنهاردة من حق السودان أن تطالب بحلايب وشلاتين، لأنه إذا رأت أن الهدايا توزع فلما لا توزع هذه الهدية أيضا. وهذه المسألة ستثير مرة أخرى مسألة النوبة، يعني ألغام زرعت في كل مكان تقريبا. بلا شك ألغام زرعت في كل مكان، ويبقى بعد كده فكرة الدولة القبطية اللي كان كثيرا من أقباط المهجر وليس أقباط مصر. أقباط مصر طول عمرهم كانوا بيعيشوا في مصر، هم والمسلمين جسد واحد، جسد واحد أصيل من مصر. هناك خلافات، طبعا هناك خلافات، وفي أي بيت ما فيهوش خلافات، لكن كانوا طول عمرهم جزء أصيل، وعمر ما حد فكر في الكلام ده إلا بعض الأقليات اللي موجودة. هذه الأقليات اليوم كما قال الدكتور زكريا تكرث هذه المسألة. فإحنا بنتكلم على دوليات، أن تتحول مصر الذي عرفناها منذ توحيدها على يد الملك مينا إلى دويلات صغيرة لا قدرة لها، إما أن تنفصل وتنقسم. على فكرة تقسيم السودان كان جزء من الخطة، تقسيم السودان كانت التجربة أن يقبل الشعب التقسيم، وتصبح مسألة التقسيم وردة في المنطقة، يمكن استنساخها في مصر. بالإضافة إلى أن أنا أحذر الشعب المصري من طيب. أن يقبل الاستفتاء على الجزر. مسألة طيب. الاستفتاء على الحق دي خطيرة جدا، لأنه سيستفتى غدا على تقسيم مصر أيضا. طيب يعني أنت ذكرت مسألة سيناء وما يدبر يعني وراء الغرف أو في الغرف المغلقة وراء الأبواب. يعني ما يدبر اليوم سيناء أصبح تقريبا على الطاولة. هناك محاولة لتهجير، لتوطين، للفصل، لمنحها ممكن للكيان الصهيوني. هل هذا له مسوغات؟ هل النظام عبد الفتاح السيسي اليوم قادر أن يقنع الشعب المصري بأن هذا أمر واقع وعلينا نتعاطى معه؟ والله للأسف، إذا كده قلنا في البداية أنه اللي يستحق الحجر عليه مش نظام، مش السيسي شخصيا، اللي يستحق الحجر عليه كل من يؤيد السيسي اليوم. لأن للأسف بعد قصة تيران وسنافير فوجئنا بأن هناك في مصر من يقبل هذا الموضوع ويهلل له، وستجد غدا من يهلل لأمر سيناء، وستجد غدا من يهلل لحلايب وشلاتين، ومن هلل من قبل الاتفاق على سد أثيوبيا اللي وقعه السيسي بإهدار كل حق مصر المعترف به في مسألة مياه النيل. فالمسألة أن هناك، أن السيسي وصل قطاع من الشعب، ليس كل الشعب طبعا، قطاع من الشعب المصري أنه يشعر بالدونية والاستسلام لفرعون الجديد، استخف قومه فأطاعوه. فهذا هو ما يفعل، يستخف قومه هو
وليس الشعب المصري ككل فيطيعه ويسير وراءه، فهو يستطيع أن يمرر أي شيء عليهم. ولكن اللي شفناه الجمعة اللي فاتت هو ازدياد الغضب في مصر طيب. على السيسي. أستاذ محمد، يعني أشرت لمسألة إهدار الأرض، إهدار الكرامة، إهدار الثروة، ودكتور زكريا مطر الخبير الاقتصادي معنا عبر أقمار صناعية، إهدار الثروة، هل اليوم في مصر يمكن أن نتحدث عن ثروة وطنية بالأرقام؟ يا سيدي الفاضل، أنا أريد أن أنبه لشيء خطير جدا. أهم حاجة ليس مشكلة تحقيق التنمية، ولكن عدالة توزيع عوائد التنمية. التفاوت بين الدخول يهدد السلم المجتمعي في مصر. أنا أمامي الآن إحصائيات الدخول. نصيف سويرس على حسب مجلة فوربس 4.2 مليار، ده اللي هم ذاكرينه اللي في مصر مش اللي بره. نجيب سويرس 3 مليار، محمد لطفي منصور 2.5 مليار، يوسف منصور 1.7 مليار. 1% من الشعب المصري يسيطر على 50% من الثروة، 20% من الشعب المصري تسيطر على 80% من الثروة. هناك تمييز مجتمعي في الدخول. تلك الفئات التي يحابيها عبد الفتاح السيسي وتدعم حكمه ويستخدمها في قهر الشعب، القضاء والجيش والشرطة والنيابة، هذه يحابيها ويغدق عليها على حساب الشعب الآخر اللي عنده 60% من الناس بتوعه تحت خط الفقر، و30% بطالة، والأسعار زادت عليهم 100%، ويعيشون في جحيم لا سكن ولا مي. هذه قضية. وإذا سمحت لي بعد استئذان ضيفك، لأنه في شيء مهم جدا بالنسبة لسينا تتكرم عليه عشان عاوز أذكره. تفضل تفضل دكتور. لو سمحت لي. تفضل دكتور. لقد ظهر محمد دحلان في برنامج مع وائل الإبراشي وقال أنا مكلف بواجبات في سينا، ولم يقل لنا ما هي هذه الواجبات ومن كلفه بها. ولقد اجتمع محمد دحلان مع الأب توادرس ولم نعرف ماذا دار في هذا الاجتماع. وجاء محمد دحلان ودخل على الإعلام في اليوم السابع، وكنا بنشوف كيف يسيطر على الإعلام. هناك سرقة من إسرائيل لماء جوفي سيناء بآبار مائلة تدقها إسرائيل في وسط سيناء وتسرق المياه ويتغاضى عنها عبد الفتاح السيسي، ونحن نورد مياه من ترعة الإسماعيلية في صحارة سرابيوم إلى سيناء. من المسؤول عن ذلك؟ من المسؤول عن أن احنا لم نطالب بتعويضات 100,000 أسير مصري دهستهم إسرائيل بالدبابات؟ من المسؤول عن أن احنا لا نطالب بأم الرشراش التي قتل فيها 350 مصري غدرا بعد الهدنة ب9 شهور؟ من المسؤول عن أن احنا لا نطالب ب420 مليار دولار، هي تعويضات عن احتلال سيناء من 67 ل 82؟ عبد الفتاح السيسي يضيع حقوق الشعب المصري ويجامل إسرائيل التي هي ضامنة لحكمه. هذا الرجل لو نظر إلى حقوق الشعب المصري كما كان حريصا على حقوق السعودية لتغيرت الأوضاع كلها. طيب تبقى معنا دكتور زكريا. أستاذ محمد، يعني إشارات مهمة جدا. ومحمد دحلان، يعني محمد دحلان يذكر اسمه تقريبا في كل بؤر التوتر موجودة في العالم العربي، في ليبيا ذكر اسمه، أيضا في اغتيالات في تونس ذكر، أيضا في قضايا في سوريا. محمد دحلان الآن على الخط المصري وموجود من يعني من من من, من, من منذ الثورة، يعني منذ ثورة 25 يناير أيضا. يعني يعني محمد دحلان اليوم هل هو مهندس يعني غرفة العمليات التي تدار الآن من أجل كما قلت أنت إعادة تشكيل المشهد سياسيا وحتى جغرافيا؟ هناك مثلث خطير جدا بيدير المنطقة العربية اليوم، والمثلث هو إسرائيل، دولة الإمارات، محمد دحلان. هو
ومحمد دحلان هو الممثل لهذا المثلث في كل الحركة اللي بتتم في المنطقة. وأنا ذكرت حضرتك ما تم في ليبيا من تزويد حفتر بالسلاح هو تم عن طريق حتى بالعناصر البشرية أيضا بالعناصر البشرية بالعناصر البشرية طبعا في نفس الوقت. المسألة أصبحت النهاردة مكشوفة لأن محمد دحلان دوره كعميل للمخابرات الإسرائيلية معلوم منذ زمن بعيد ولا الأمر لا يخفي على أحد والأمور دي كلها مسجلة ومعروفة ومنشورة إلا أنها النهاردة أصبحت في هناك شكل من أشكال زي ما بنقول في مصر البجاحة في التعامل معها أصبح لا يهم. يعني زي ما ذكر دكتور زكريا مسألة ظهوره في مصر وظهوره بشكل مباشر على الإعلام وظهوره في جرايد في مصر في اليوم السابع ومعروف ملكيته لهذه بعض هذه الأجهزة ومشاركاته فيها دي البجاحة الشديدة جدا لأن بعض من الشعب استسلم لهذه المنظومة. ما يتم في مصر الآن هو بمنتهى البساطة هي المرحلة الثانية لكامب ديفيد. كامب ديفيد ما كانتش مجرد انسحاب من سيناء، انسحاب سيناء كان مكلف لإسرائيل. كامب ديفيد كانت اتفاق على تسليم المنطقة بالكامل لإسرائيل ومن يتعاون معها. النهاردة بتتم المرحلة الثانية وجزء من المرحلة الثانية هو ما يحدث في سيناء، جزء من المرحلة الثانية حتى أن سيناء أشير النهاردة أشار الدكتور زكريا لمسألة دور دحلان هناك والأب توادرس. سيناء النهاردة القطاع الجنوبي منها بدأوا يتحدثوا عن دير سانت كاترين والمنطقة الجنوبية وعن الكنيسة اليونانية وبدأ هناك طلبات بأن تبقى تحت رعاية الكنيسة اليونانية هذه المنطقة. الموضوع أصبح خطير. الكنيسة المصرية من قبل كانت رمز لكنائس الشرق الأوسط الأرثوذكسية وكانت جزء من النسيج الوطني. النهاردة تحولت كما تحول الأزهر، أنا لا أدير الكنيسة فقط، كما تحول الأزهر في مصر من جهاز قطاع وطني ديني للشعب المصري تحولوا الاثنين إلى قطاع مدمر لمصر ومدمر لثروتها. هذه هي المشكلة الخطيرة. ودحلان جزء هو يعني حضرتك ذكرت كلمة مهندس، هو المنفذ المباشر وطبعا لأنه هو شخصية مقربة جدا لدولة الإمارات فأصبح دوره في حقيقة هو الممثل المباشر للعمل على الأرض باسم دولة الإمارات وإسرائيل. أستاذ محمد بعد ما ذكره الدكتور زكريا عن سيناء وذكرته أنت الآن عن سيناء نعود للسؤال من الأول بشكل آخر، ماذا يحدث اليوم في سيناء؟ أولا لا أحد يعلم تفاصيل ما يحدث، يعني هناك بعض الأمور بتذكر ومعلومة مثل يعني مسألة يعني المياه فسيفساء وتركيبة يعني فيها السياسي وفيها الأمني والعسكري والاقتصادي. ما هو حتى تستطيع أن تفصل جزء عن الكل كما حدث في جنوب السودان هو ما يحدث في سيناء اليوم، هو إحداث اضطرابات وعدم السيطرة عليها من مجموعات مزروعة في هذه المنطقة، بالإضافة أننا نعلم جميعا تاريخ شعب سيناء وما عاناه من الأمن المصري وما يعانيه اليوم من الأمن المصري، أنه يتم ضرب البيوت وتدميرها على الأطفال بأشد جريمة تتم هناك يجب أن يحاكم ومحاكمة دولية عليها أو الشعب المصري إن شاء الله هيحاكمهم بعد سقوط الانقلاب عليها. ما يتم هذا هو محاربة شعب سيناء وليس محاربة الإرهاب الذي يدعون أنهم يحاربونه، هم يتركوا الإرهاب الذي هو كيف نقل هذا الإرهاب لسيناء؟ من أين يتم إمداده بالعتاد والسلاح إذا كانت الحدود مع إسرائيل مغلقة 100% وإذا كانت المنافذ للضفة الغربية مغلقة 100% في الجيش المصري؟ كيف يتم إمداد هؤلاء ما يعتقد أنهم الإرهابيين بالسلاح؟ هي عملية مدبرة لخلق نموذج إرهابي في المنطقة وتنمية الصراع وإحداثه حتى يستطيعون أن يمهدوا لعملية الفصل وعملية التقسيم. دكتور زكريا اليوم كيف نوصف الاقتصاد المصري وهل يمكن أن نقول أن هناك اقتصاد مصري؟ الاقتصاد المصري لا يمكن لأن الخلل اللي موجود فيه خلل هيكلي، كل ما يجري هو عبارة عن مساحات تجميلية وتخدير، ليست هناك سياسات نقدية ولا سياسات مالية، كل ما يجري هو تكييف أو تفصيل الاقتصاد المصري على مقاسات ومتطلبات عبد الفتاح السيسي. إليك الأمثلة، عندما أراد عبد الفتاح السيسي اللقطة واختصر مدة القناة من 3 سنين إلى سنة علشان ياخد اللقطة تكلفنا 2.2 مليار دولار و32 مكنة خوازيق. وعندما قال هشام رامز ان احنا سبب
مشكلة الدولار هو قناة التفريعة، فاختفى حتى الآن، واللي يعرف فين هشام رامزي يقول لي عليه. عندما جاء عبد الفتاح السيسي من أجل اللقطة وقال حنخفض الأسعار في نوفمبر، ثم لم يوفي بوعده وقال في ديسمبر، وكان من المفروض تعويم الجنيه، فظل الجنيه عند سعره المنخفض، وتكلفنا تكاليف باهظة من أجل أن نكيف على طلبات عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي هو الوزراء، وهو اللي بيجتمع، وهو اللي بيطلع بره قبل الشركات، وهو اللي بيخطط، مع أنه ليس عنه لا خلفية ثقافية ولا اقتصادية ولا سياسية ولا أخلاقية. عبد الفتاح السيسي يضيع مصر. الاقتصاد المصري لابد من عودة الجيش إلى سكناته، يمارس دوره الطبيعي ويترك مصر للمصريين. الجيش مش شغلته يشيل مشنات كوسة وفلفل وبيعها، أو إنه يعمل بيض. الجيش ينتج طيارات وينتج أقمار صناعية وينتج أسلحة ويقف على الحدود. ليس مشكلة الجيش يعمل طرق ويستولي على الاقتصاد، والهيئة الهندسية لن تبني مصر. مصر كبيرة لابد أن يشارك فيها كل أبنائها. عندنا 100,000 عالم مصري هربوا من مصر من يوم ما مسك عبد الفتاح السيسي السلطة، اللي هو بنسميه نزيف الأدمغة. وانت شايف الحادثة بتاعت أول امبارح اللي الناس ماتوا في البحر هروبا منها، هروبا من مصر. دكتور زكريا، يعني هذه 100,000 عالم مصري، هذه معلومة على هذه معلومة على ذمتك يعني؟ هذه معلومة يا سيدي معروفة. الله، انزل أي بلد شوف الأطباء برا، قول لي دفعات كلية الطب اللي موجودة مين، كم واحد منهم اشتغل، كم واحد طلع برا. أنت يعني كل الناس اللي طلعوا برا، احنا موجودين في كل الدنيا. الناس هربوا من مصر، يعني هربوا من جحيم عبد الفتاح السيسي. انت عندك برا ناس. الكويت قالت عندنا عمالة هامشية مصرية 700,000 وحنروحهم مصر، هي دي اللي قايلها الكويت. انا بقول لك ان احنا عندنا اقتصاد تسبب حكم العسكر 60 سنة في ان احنا لعملنا طيارات ولا دبابات ولا تلاجات ولا غسالات ولا عملنا اي حاجة. كل اللي عملناه من الفسيخ شربات، لم نعمل غير بعض الرموز التي يريدين ان نعبدها. شكرا لك. شكرا لك دكتور زكريا مطر، الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الاقمار الصناعية. شكرا لك. يعني كل هذه الارقام ذكرها الدكتور زكريا مطر هي ارقام يعني نتحفظ على صحتها، ولكن الدكتور زكريا تكون على ذمتي هذه الارقام. اعود اليك استاذ محمد كمال، المجلس الثوري المصري اليوم كيف يرى الخطوات العمليه اولا من اجل ان ينجز ما يراه المجلس الثوري مصر الغد، ثم السيناريو المحتمل على الاقل في الاجل القريبه؟ رؤية المجلس الثوري بتبدأ حقيقة مما ذكره الدكتور زكريا، وأعتقد أنه محتاجين نبعث له طلب للانضمام للمجلس الثوري في هذه النقطة، وهو ضرورة عودة الجيش لسكناته، ضرورة خروج الجيش من المعادلة العسكرية السياسية تماما. الجيش يريد حماية الوطن وليس إدارة الوطن. إدارة الوطن ملك الشعب المصري ناتج عن الديمقراطية. خروج الجيش من المعادلة السياسية، هذه رؤيتنا واضحة جدا. بناء الدولة المدنية الديمقراطية مسألة في منتهى الوضوح. إعادة بناء أجهزة الدولة بشكل طبيعي يخدم الشعب وليس يخدم مصالح قلة منتفعة. التخلص مما يعرف باسم الدولة العميقة، وهم رجال الأعمال المنتفعين وبعض الموظفين اللي بيخدموهم في مصر. المسألة دي كلها لتحدث يجب أن يسقط الانقلاب أولا، لأن الانقلاب والنظام المصري وتحديدا النظام في مصر بالكامل، يجب أن تسقط المنظومة بالكامل، لأن المنظومة طول ما هي موجودة هي بتحمي ما يحدث. وهذا الدرس الذي تعلمناه من 11 فبراير 2011 عندما خلع حسني مبارك وبقيت المنظومة وبقيت الدولة، فانقضت مرة أخرى على التجربة الديمقراطية الوليدة، وهي التجربة وليدة وليست مصر وليدة. مصر دولة عريقة ولكن تجربتها الديمقراطية وليدة. عندما انتخب الدكتور محمد مرسي وتمت 5 استحقاقات، انقض عليه من الدولة العريقة.
العميقة. وبالتالي يجب ضرب هذه المسألة، كيف نتخلص من هذا الدين وهذه القيود على الشعب المصري؟ بعودة الشرعية لمصر، لأنها الأمان الوحيد للتخلص من كل توقيعات عبد الفتاح السيسي على الأوراق التي تعتبر مزورة، لأنه ليس رئيس جمهورية. شكرا لك أستاذ محمد كامل، أمين عام المجلس الثوري المصري. كما الشكر موصول للدكتور زكريا المطر، كان معنا عبر أقمار الصناعية، الخبير الاقتصادي. الشكر للزملاء في الأعداد وزملاء الفنيين. في العادة ننسى أن نشكر كل هذا الطاقم العمل. الشفاء العاجل لزميل أسامة جويش، حتى نلتقيكم غدا في حلقة جديدة من نافذ عن مصر. في أمان الله.